للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر الأستاذ مصطفى كامل. مرحبا بك أستاذ مصطفى. صحيفة الشرق الأوسط تقول إن قرار العبادي بتسريع توفير الخدمات له دوافع انتخابية، بما تصف هذا السلوك الذي انتهجه العبادي وكذلك أغلب مرشحي العملية السياسية؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. كل الإجراءات والأخبار التي تقرأ يوميا أو تعلن هي في الحقيقة لأغراض عن منجزات، المقصود خلال هذه الفترة هي لأغراض انتخابية، ويقصد بها خداع المواطنين والضحك على ذقون الناس، ويعني في محاولة بائسة ودنيئة في الحقيقة لشراء الأصوات الانتخابية. عندما يؤكد النائب عامر الفايز بأن نوابا يعني ينفقون ضعف رواتبهم أو ضعف مجموع رواتبهم لأربع سنوات على الدعايات الانتخابية، ماذا يعني ستنتظر أو سننتظر منهم لتعويض ما ينفقونه؟ ننتظر منهم في السنوات القادمة ما قاموا به طيلة السنوات السابقة من الاستحواذ على المال العام والفساد والرشا وغير ذلك. هذا هو المنتظر منهم، لأنهم خلال السنوات الماضية لم يقدموا أي منجز للشعب، ولم يدافعوا عن حق مظلوم، ولا انتصفوا من ظالم. وبالتالي فما هو متوقع منهم هو نفس الذي قاموا به خلال السنوات الماضية. وإعلان هذا النائب أنهم دفعوا أو يدفعون للأغراض للدعاية الانتخابية أكثر من مجموع رواتبهم يكشف عن سبب هذا التكالب على الترشيح في الانتخابات القادمة. أستاذ مصطفى، كيف نفهم دعم التحالف الحاكم لأحزاب جديدة في المحافظات المدمرة؟ هذه الأحزاب التي يعني تكاثرت خلال الفترة الماضية، تكاثر الأميبة في العراق، تدل على أن هذه الكتل الكبيرة هي التي أو هذه الائتلافات الانتخابية هي من صنع هذه الأحزاب الجديدة ونماها وغذاها بالمال والدعم لأغراض كسب الأصوات من قبل الناخبين. هل هذا برأيك يمكن أن يؤدي إلى النتيجة التي توصل إليها معهد واشنطن من أن الوضع الحالي يدعو للتشكيك في فعالية الحكومة المقبلة؟ لا شك أن استمرار المقدمات نفس المقدمات يؤدي إلى نفس النتائج. في حال وجود هذا الدستور الذي وضعه الاحتلال والنظام الانتخابي ونظام المحاصصة ومسائل يعني قوانين اجتثاث البعث وغيرها، ما دامت هذه موجودة فإن النظام السياسي الفاسد الذي وجدناه طيلة السنوات الماضية سيستمر وسيبقى الأداء دون تحقيق أدنى حلم وما يطمح إليه الشعب العراقي. أخيرا أستاذ مصطفى، كيف يعني تنظر إلى مستقبل العراق في ظل كل ذلك؟ مستقبل العراق مظلم ومن سيء لأسوأ، ما دام كما قلنا نفس المقدمات موجودة، نفس الشخوص موجودين، نفس القوانين التي تحكم العملية السياسية الاحتلالية في العراق. ما لم يتغير الدستور المعمول به في العراق، ما لم يتغير نظام المحاصصة السياسية والعرقية والحزبية والطائفية الموجودة في العراق، ما لم تتغير سيطرة الكتل، والحقيقة هي عصابات تتخذ لبوس السياسة، ما لم يتغير كل هذا وما لم يتغير العقلية المتحكمة بالعراق لن يتغير أي شيء في العراق. أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا لك.